يبغى يولد شي حد يربيه قبل ما تطلقوا للزنقه. الا ما ربيتيش ولدك القانون غيربيه والمجتمع اللي غيربيه. احنا بطبيعه الحال كدوله منفتحه ودوله تتامن بالحريه الفرديه، فاحنا ما كنقبلوش بحال هذوك التصرفات. اللي بغى يلبس شي حاجه يلبسها. المراه عندنا في المغرب والفتاه بصفه عامه هي انسان مكرم في البلاد وكنحترموه، رغم اننا نقدروا نختلفوا معاه على طريقه اللبس وطريقه التفكير. فاحنا كنحترموا المراه المغربيه. دابا هادو اللي تحرشوا بهاد الفتاه هما هاد الناس اللي بغاو يحرقوا، هما هاد البراش اللي بغاو يحرقوا، هما هادو. المشكله ماشي في الهجره، المشكله في العقليه وفي التربيه، والمشكله في الوالدين اللي كيولدوا تيطلقوا تيولدوا ما تربيوش. ملي كتشوف الدري في عمره 6 سنين وفي عمره 5 سنين وفي عمره 4 سنين كتلقاه في الزنقه حتى 9 د الليل كيلعب كره وتيلعب مع الدراري، هذاك الولد ما مربيش ووالديه ما مربينش وما عرفوش يولدوا لينا واحد الطفل اللي هو صالح للمجتمع. اللي بغى يولد شي حد يربيه قبل ما تطلقوا للزنقه. الا ما ربيتيش ولدك القانون غيربيه والمجتمع اللي غير ربيه. ما رأيناه الآن هو عار على المجتمع المحافظ اللي كنعيشوا فيه.